صباحكم ورد وعسل. حلقه تكون جميله قوي هتعجبكم النهارده ان شاء الله. خليك معايا. طبعا بصوا انا جنب النهر اهو في الغابه ماشي لوحدي والنار اهي. ولع يا اسطى، اشعل يا مصري. انا هولع الغابه دي. اشتعلي اشتعلي، ولع ولع يا صعيدي، اخربها. باربيكيو او الشيشليك معانا بقى ايه البحر اهو ماشي. بصوا جايبين البحر قد ايه ومعانا. فاكرين ساعه لما قلت لحضراتكم الخشب مليان في الغابه؟ بصوا انا جايب اتنين، بص بيرتو ماشي ده، وجايب ورق معايا. بصوا جايبين حاجات كتير قوي، هتبقى رحله ويوم ها يعجبكم. طبعا اول حاجه هنعملها هو البحر وهنكمل. مليان الكيس، مليان دماغ. طبعا بصوا انا لقيت المكان دون، لقيت المكان دون بس ما لقيتش الحجاره دي. اتصرف، جبت الحجاره دي وايه، وهنبدا بقى. يلا نرش في بيتو. اشتعلت اشتعلت، احنا بتوع الشاوي. نبعد كده عن النار. طبعا جايب معايا الكرسي وجايب معايا العجله، جايب حاجات كتيره قوي. العجله دي بصراحه وفرت حاجات زي الفل. عاوز اقرفص كده بس نسيت اجيب معايا الهوايه. هو كويس في هوا كتير والموضوع ده هيسهل علينا كتير جدا. خليكم معايا، هنشتعل النهارده في الغابه. وفي احسن صحه وفي احسن حال. النهارده يوم جديد ويوم سعيد علينا وعلى حضراتكم في جو اوكرانيا المجنون الجميل. النهارده انا هولع الغابه هشوي. تعالوا اتغدوا معانا، خليكم معايا عشان هيبقى يوم جميل. ما تنساش اللايك، ما تنساش تقول تعليقك، ما تنساش تشترك لو بتشاهدني لاول مره. صعيدي خربها في اوكرانيا وانا معاك اهو. النار تهدى وهنكمل شغلنا. في هوا جامد مساعد بس عادي، مفيش مشكله. المهم نقضي المهمه وتتفسح وتقضي يومك الجميل مع نفسك. طبعا الفحم تحت، استني بس يهدى الكلام دون وهنبدا ايه نعمل شغلنا. لازم يكون معاك عصايه زي دي، هو المفروض حديده بس انا ايه مش عارف ايه، نغسل برجل حمار. ايه الامثله الغريبه دي؟ عاوز بقى ايه كرتونه عشان اهوي بيها. اوعى يا معلم، اوعى يا معلم، استعيدي خرابها ياهو. بصوا بقى مش عاوز اقول لكم الدقيقتين دول الريحه عملت ازاي. الريحه قلبت الغابه. الغابه النهارده هتهجم عليا بمفترساتها بحيواناتها بكله هيهجم عليا. اهم حاجه بقى ايه، ما تسيبش النار تولع. لو ولعت منك النار يا برنس اكلك اتحرق وباظت الاكله. اوه سيني من حبك وحنانك يا برنس، سيني من حبك وحنانك والايام الجميله عادت. بص انا بهوي بايه، اتصرف يا باشا اتصرف، اي حاجه هتلاقيها في وشك اتصرف. الاوكران لما بيعملوا اكله زي دي كتير قوي بيعملوها في الغابه ومشهورين بالحكايه دي، ان هم يشوا في الغابه. بعد ما بيخلصوا لازم يشيلوا الحجاره دي، يشيلوها معاهم. لو معاهم كرتونه كانوا بيهووا بيها مثلا، يعني بياخدوها معاهم يلموا الحاجه اللي سابوها، ازايز فاضيه مش عارف ايه بتاع. الاكل هيتحرق، الاكل هيتحرق.
طبعا لازم يكون معاك حته، لازم تكون نظيف. طبعا هي مش سخنه ولا حاجه. واو، اسمع اسمع يا برنس، اسمع اسمع كلام الشيف خالد، اسمع كلام الشيف خالد. انا اللي مقلق منها البتاعه دي عشان لسه شاريهم النهارده، ما اعرفش عنهم حاجه. المفروض ليهم يد ده لسه، وانا لسه خلصت. لازم ايه بقى؟ بص بقى، بص فنون الطهي بقى، بص فنون الطهي يا برنس. تروح عامل كده، عامل كده بس، خلصت خلصانه، عشان النار ما ايه ما تعلاش معاك. اي حد عاوز ياخد دورات شاوي يا جماعه يجي لي، بس عشان ما تطفيش. احمد احمد يا نجم، ايوه عارفين انا عملت ايه؟ لحت اللحمه شويه عشان الايد دي ما تسخنش، عشان دي معدن. انا جايب اتنين، اشتريت اتنين النهارده جداد اهو. بصوا اهو جايبهم عشان الموضوع دون. دي كانت عندي ماشي، فجبت دول، قلت ايه لازم اكلكوا اكله كامله متكامله. حد هيسالني انت جايب ليه سخين يا خالد؟ اقول لك انا يا برنس، انا جايب سخين ليه؟ هو بصراحة ما يحلاش الشاوي. قال له بالطماطم المشوية. البتاع حامي قوي. بالطماطم يا برنس المشوية. طب طماطم بس؟ لا، طماطم وفلفل رومي عشان ايه الأكلة تتظبط. أمال إيه يا باشا؟ أهم حاجة تظبط الكلام والأداء. والله يا جماعة أنا بهزر معاكم وعاوز أضحككم معايا لا أكتر ولا أقل يعني. طبعا دي قطعة كبيرة، ناخد منها حتة كده، عك ربك يفك يعني من الآخر. طماطماية، اديني طماطمايه هنا يا برنس. ايوه حلو قوي الكلام. وروح مدينا واحده فلفل، خلي بالك يا خالد. ايوه كده يا باشا، برنس البرانيز. طبعا واحد غيري هيروح ماسك دي شاويحها، لا عيب، نحط ايه جنبنا، وبعد كده واحنا ماشيين نشيل كل ده وهوريكم ان انا نضفته، عشان كلنا ايه نخلي بالنا من الحكايه دي. انا عارف ان حضراتكم نضاف، ولكن خلي بالك عشان ما تسيبش المكان. يعني رايح حديقه في بلدك، واحد الفلفل بقى البتاع حاميه عامله زي الموس. واحد الفلفل، يا سلام عليك يا برنس البرانيس. اديني واحد الطماطم الاخيره، احنا خربناها. ايوه واحد الفلفل بقى. اشوي يا باشا. بصوا بقى على نار الهاديه الهاديه. طبعا مش عاوز اقول لكم الرائحه، الطماطم المشويه يا جماعه مع الشاوي. لو انت مثلا قاعد مثلا، كنت انا مثلا تقعد ايه فوق سطح العماره مثلا بتاعتك، او تقعد في سطح البيت، فتعمل القعده دي. فالطماطم دي بصراحه شغل فاخر من الاخر. احنا بتوع الاكل، اوعى يا جدع. بطيء بطيء، ميه ميه ميه. اهم حاجه ايه بقى؟ يطلع الشاوي كده. بس انا ايه بصراحه اتحرق مني، بس المره دي الحته دي بقى ان شاء الله باذن الله هنظبط الكلام. بس عارف المقرمش ده والمحمص ده بيطلع طعمه عسل قوي قوي. كل ما تحس ان النار زادت تحاول ان انت ايه ترشرش شويه ميه. طبعا مش عايز اقول لكم السيخ ده مع نفسه، ده بقى ايه الصدر بتاع الفرخه. بص طالع عامل ازاي، اوعى يا حاج. خلينا نظبط بقى ايه الطماطم. بصوا يا جماعه بدات اهي تشتغل، والدنيا بصوا ولعه في الغابه. حبايبي حبايبي، والله والله العظيم يا عم انتوا حبايبي. وهوني يا معلم على الشوايه. صوتي وحش. استنى اجيب السجاير، اصل بصراحه الكلام ما يحلاش الا لو انت مولع السجاره الحقيره دي. بصراحه يا جماعه والله الواحد لما بيخرج لوحده وبينسجم بينسجم حلوه، بينسجم دي. انت بتخرج لوحدك بتعمل ايه يعني؟ بيعذبوك قريش بيحط على بطنك حجر؟ ما انت بتنسجم وبتتبسط وبتبقى سعيد والحياه بتبقى حلوه. ولكن ان انت تبقى بتعمل حاجه انت بتحبها. امبارح قلت ايه، انا هروح اخد بعضي واخد العجله واخد حاجتي ومع نفسي ولا ايه وجع الدماغ. اللي هيتعمل ده ممكن اتنين يعملوه، وممكن تلاتة، وممكن أربعة، وممكن واحد زي ما هو، محدش ساعدني، كله مجهود ذاتي، حجارة من الغابة. أنا
انا مش عاوز دي تتحرق. حرقت ما هي كده كده هناكلها، كله هيتاكل، كله هيتاكل. يا سلام على القوطه، يا سلام على القوطه، يا مجنونه يا قوطه. بصوا ده، ده بقى اللي مع نفسه ده، ده اللي هيطلع سكره، ده الصدر ده. طبعا انا عملت ده بالمايونيز وخرطت عليه بصل وبهارات وفلفل اسود ومش عارف ايه، شويه حاجات كده في البيت، توابل عملتها وحطيته في التلاجة يوم كامل. يعني انا قررت امبارح، عملت الليلة دي وسبتها في التلاجة، والنهاردة انا يوم جديد غير اليوم بتاع التثبيت. فلازم تتبل الحاجة وتسيبها شوية ايه على الاقل 3 أو 4 ساعات عشان تشرب الايه الصوص بتاع الايه الخلطة اللي انت عاملها. واو، سقيني من حبك وحنانك يا برنس. فينك يا مسمسم؟ طبعا انا بشكر كل الناس وبشكر حضراتكم، والله انا ببقى سعيد جدا لما بكون معاكم وبتكلم معاكم وبشرككم في حياتي. بس بصراحه مش هقدر اشرككم في الاكله دي، ما تزعلوش مني، انا هقول لكم عزومه مراكبيه، تعالوا كلوا معانا. طبعا انتوا هتقولوا ايه، لا مش هنقدر، معلش بالهنا والشفا والحاجات دي، فهو ده اللي انا عاوزه، بالهنا والشفا وشكرا حبيبي. والله اللي يجي يا عم ياكل، والله والله العظيم اللي يجي ياكل، انا عمري ما اكل ده، انا لو كلت قطعه واحده او قطعتين يبقى انا كده باشا يعني، والباقي برضه هيتاكل يعني، فاهم يعني الدنيا مش الدنيا ما بتقفش. هنفرم ان شاء الله. ده طبق جايبه معايا، كل ده هغسله، معايا ميه، معايا بيبس، ومعايا حاجات حلوه ان شاء الله باذن الله. ولما نخلص ونظبط السفره هحط كل الاكل ده في سله واحده، يعني في طبق واحد، جاي طبق كبير عشان ايه اوريكم بقى الديكور وبتاع، والشيف خالد ظبط الاكل ازاي. في كله استوى، في حته بيضه هنا عشان دي الحته دي ما عندهاش نار، فنروح عاملين ايه، نروح عاملين كده اهو، ونودي نار هنا، ونروح ايه مخلينها عشان ما فيش نار. هو بيني وبينكم يعني برضو عك يعني، انا صراحه يعني مش اللي هو يعني الواد يعني، برضو انت عارف لما بيكون حد معاك خبير، انا برضو مش خبير في الكلام ده والله، ده هي كده اجتهادات الصراحه يعني، هو اللي بيظبط الاداء معاك، بيقول لك لا اعمل كذا، ده انت حرقت، يلا يخرب بيت سنينك، ده انت خليتها في احمد يعني. بصوا الجزء ده، الجزء ده راح في داهيه، بس عادي هناكله برضه، هنشيل الجلد ده وهنديله تظبيطه كده حلوه يعني. انا عاوز اشوف مستوى ولا لا، على فكره ما خدش وقت، قوام انت عارفين الفراخ ما تستحملش يعني. انا غلطت غلطه ان انا ما وزعتش النار كده يعني، انا كان المفروض اوزع النار كده اهو، بس عادي لان في حتت لاحظت ان حتت اتشوت قوي، واخد بالك، حتت قوي اتشوت، وحتت بصراحه ما جاش ناحيتها، مش ما جاش يعني، ما زالت بيضه يعني، حته زي دي كده، الحته دي بيضه، لا احنا مش عاوزين بيضه، احنا عاوزين هوفر. الطماطم بتوكوك ريحه، واو. صلاه على النبي، ده نمرة واحد، بقول لكم شغل فاخر من الاخر. انا عاوز بس الحته البيضة انهي اهي دي، عاوزين بس نديها سيكة كده. ممكن نجيب ده هنا، صح كده، مين صاحب الفكرة ان يا خالد هات ده هنا وده هنا، الله ينور عليك يا برنس. بصوا بقى ظبطت الحكاية ظابطة ايه، نقلت بقى ايه الحاجة، الجزء السخين اللي هو الفراخ والطماطم، نقلتهم قدام، جبت ايه المعلم ده الباشا ده، جبته جنبي كده. حتة وقعت، في حتة وقعت، حتة صغنونة، هدوء كده. اوه يلا مين هيفتح بقه؟ امم، دخنة بس تحفة، طعمه جنان. اوه استوى، الله، خلاص كفاية عليه كده، ده اشطاط ده كده يروح على الطبق على طول. استنى
معلمة. يلا مش عاوز هرسة. اوعى يا معلم وانا احلى كبابجي يا اسطى. ايه رايكم يا رجالة؟ ايه رايكم؟ مش دماغ؟ توكلنا على الله يا مسهل. طبعا مش عاوز، انتوا مش عاوزين عزومه ماشي، مش عاوز اقول لكم يعني النظام، مش عاوز اقول لكم. يلا هم 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 ده الصدر بقى، صدر الفرخه تحزان. بقول لكم ايه، ده سبرايت وده بيبسي يا جماعه اهو، كوكا كولا ماشي، سلطه، عيش، فراخ حياة حلوة، معدات كله قصة، العجلة معايا، المصلية معايا، يعني يوم ومنتهى الجمال. بصوا انا، بصوا خلصت على الاكل، مش خلصت اهو، ولسه في هنا تاني كمان اهو، اهو قطعة، يعني كانت ثلاث قطع بس. عارفين انا مش قادر اتحرك اصلا، يعني انا مش عارف اصلي المغرب ازاي، شربت بيبسي كتير، خربناها النهارده. انا اول مرة اقعد القعدة دي معاكم صراحة، كان يوم جميل قوي، انا اتبسطت فيه قوي قوي. عارف لما تخرج وفعلا تعمل حاجة انت اصلا كان نفسك فيها او كنت مفتقدها او وحشاك، بتلاقي نفسك ايه يعني نفسيا مستريح، بس معدتك دلوقتي مش مستريح. ميزة اوكرانيا ان هي الطبيعة فيها في اكتر الاماكن، بتلاقي شجر، بتلاقي حتة تقعد فيها، تخرج تقضي يوم الويك اند بتاعك وهكذا. اتمنى حلقه النهارده تكون عجبت حضراتكم، اتمنى اللي انا عملته النهارده يكون بيسعدكم. لو بتشاهدني اول مره ما تنساش تشترك في القناه، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعليقك وما تنساش اللايك. صباحكم ورد وعسل، بحبكم، اتمنى يومي يكون بسطكم، اتمنى التهريج اللي انا هرجته وانا بشوي الفراخ بتاعتي النهارده. هقوم لازم اروح لان فعلا الاكل كبس على معدتي، اديتها بيبس اديتها سبرايت وبرده مش عامل حاجه. عارف بص البتاع بتنقط اهي، تستقبلها طبعا الهصه دي لازم المها. السلام عليكم، صباحكم ورد وعسل، باي باي، خلي بالكم من نفسكم.